اهلا بحضراتكم من جديد. في شخص مهم جدا لازم نقوله النهارده، كل سنه وانت طيب، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اللي بيحتفل النهارده بعيد ميلاده. كابتن سيد بدات مسيرته مع القلعه الحمراء في الفريق الاول اواخر موسم 96 97 لحد ما اعتزل موسم 2005 2006. خلال المسيره دي اللي استمرت 10 سنوات لعب 207 مباراه وسجل 33 هدف وحقق الحقيقه انجازات كتير جدا، مش بس كلاعب كمان كمدير كره النادي الاهلي. مسيره كبيره جدا وان شاء الله يزيد لها انجاز جديد قريب جدا، هو تتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا التاسعه. كل سنه وانت طيب يا كابتن سيد. كل سنه وانت طيب يا كابتن سيد، وان شاء الله يكون انجاز جديد بيضاف لمسيرتك قريب جدا بطوله دوري ابطال افريقيا. نروح بقى للكره العالميه، والحقيقه في مباريات كتير في دوري ابطال اوروبا النهارده وبكره، يمكن الاكثر يعني الناس مستنياه يوفنتوس وبرشلونه بكره، ولكن النهارده برضو ليفربول طبعا كل المصريين بيشجعوا محمد صلاح، يمكن مباراه سهله قدام ماتلند الدنماركي، ولكن ماتلند يمكن ليه ذكريات حلوه مع المشجعين المصريين او الجمهور المصري، ولانه شهد خطوات او اول خطوات احتراف اللاعب المصري الموهبه العظيمه محمد زيدان، والحقيقه كان محقق موسم رائع او موسمين رائعين كمان. محمد زيدان يمكن انضم للنادي الدنماركي ده في 2003 وقعد من 2003 2005، شفنا في محمد زيدان الحقيقي اتعرف اكتر على الجمهور المصري والجمهور الاوروبي وقدم الحقيقه موسمين رائعين، يمكن كان افضل لاعب في الفريق الموسمين دول وكان هداف الدوري كمان مع النادي الدنماركي في الموسم الاول. محمد زيدان الحقيقه اسطوره كلنا بنفتخر بيها، وقدر بعدها ان هو يروح الدوري الالماني وطبعا يعني يتالق بشكل كبير وخصوصا مع بروسيا دورتموند الالماني. ماتلند يمكن مش نادي كبير قوي، مش الاول في الدنمارك زي كوبنهاجن، ولكن نادي ليه اسمه، كسب قدر ان هو يكسب الدوري الدنماركي 3 مرات اخرهم في 2020 يعني الموسم اللي فات، ولكن طبعا المنافسه ما اعتقدش انها تكون صعبه ابدا على ليفربول اللي طبعا بيستعيد مستواه بشكل كبير، ويمكن دايما لينا ذكريات حلوه زي ما قلت مع النادي ده. يعني انا بشوف انه كابتن محمد زيدان من اقرب المواهب المصريه اللي كانت ممكن توصل وتحقق او تقرب للي حققه محمد صلاح لولا الاصابات الكتيره، ولكن دايما بنفتخر طبعا بمسيرته الحقيقه في كره القدم بشكل كبير، سواء في الدوري الدنماركي او الدوري الالماني او كمان مع المنتخب طبعا في افريقيا. كلام كتير عن المباراه دي وعن مباريات الغد طبعا وخصوصا برشلونه ويوفنتوس مع الصحفي امير نبيل الناقد الرياضي بجريده الشروق. برحب بيك طبعا في برنامج السادسه. ترى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج السادسه. خلينا كده نروح لمباريات النهارده بسرعه في دوري ابطال اوروبا، ويمكن تقول لي ايه اهم المباريات ونركز طبعا على ليفربول وماتلند النهارده. صحيح، هو يمكن يعني بضم صوتي لصوتك ان الانظار هتبقى متجهه لمباراه ليفربول تحديدا بطبيعه الحال، يعني متابعه النجم المصري محمد صلاح، ويمكن الكلام اللي حضرتك قلتيه في المقدمه بخصوص محمد زيدان، يمكن فعلا محمد زيدان من النجوم اللي يعني بدانا نستشعر كلمه النجم العالمي في يوم زي يعني في بدايه عصر الاحتراف، ما كانش فيه عدد كبير من المحترفين في الملاعب الاوروبيه، يمكن زيدان هو اللي وصلنا للمفهوم ده وابتدينا نتابع الدوريات الاوروبيه بشكل كبير، وايضا طبعا ما ننساش كابتن هاني رمزي ويعني وكابتن محمد ياباني اللي هم ابتدوا يشقوا طريقهم في الملاعب الاوروبيه. بالحديث عن محمد صلاح يمكن تنتظر مواجهه سهله نظريا مع ليفربول النهارده امام ميكلاند الدنماركي. البدايه كانت موفقه لليفر بفوز على اياكس، فوز صعب الحقيقه، فوز على اياكس في امستردام خاصه المستويات اللي بيقدمها اياكس في السنوات الاخيره والنجوم اللي بيقدموا، وحتى بعد رحيل بعض العناصر الهامه عن صفوف في السنوات الاخيره بالانتقال لبرشلونه ديونج او ديبيك او غيرهم من العناصر الهامه في صفوف الفريق، لكن ليفربول قدر ان هو يفتح في فوز سمين جدا. النهارده الفوز اللي لو حققه ليفربول هيعزز صدارته لترتيب المجموعه، دي دفعه قويه لمواصله الاستمرار في ترتيب المجموعه. يمكن جماهير ليفربول لم تنسى الخروج من دوري الابطال الموسم اللي فات كحامل للقب، وكانت تتمنى مسيره افضل للريدز. السنه دي يمكن البدايه لحد ما جيده في البريمير ليج رغم فقدان يمكن جهود احد ابرز اللاعبين وهو فيرجيل فان دايك المدافع الصلب واصابته بالرباط الصليبي، حتى اللي كان بيتكلم عنها يورجن كلوب المدير الفني الالماني ليفر، وقال ان هو مش عايز يعرف تحليلا، عايز يعني مش عايز يشغل كتير في موضوع اصابه فان دايك، عايز يركز على العناصر الموجوده عنده، رغم طبعا انها اصابه مؤثره
يعني تؤثر على دفاع الليفر اللي كان بالفعل عليه علامات استفهام في الفتره الاخيره. لكن نتمنى التوفيق لمحمد صلاح للجنين المصري، وان الوسط كتاب الارقام المميزه على مستوى دوري ابطال اوروبا ويحقق النهارده يعني نتيجه مميزه مع فريقه. يمكن مباراه الليفر كابرز المباريات النهارده اللي عندنا. اكيد بنتمنى طبعا محمد صلاح كل التوفيق، ولكن خلينا برضو نروح لمباراه مهمه وهي مباراه يوفنتوس وبرشلونه بكره. ويمكن لو المباراه دي يا امير كانت مثلا السنه اللي فاتت يمكن كان هيبقى ليها صدى اكبر من كده. يعني يوفنتوس دلوقتي مش هو يوفنتوس، ولا برشلونه هو برشلونه، وحتى كريستيانو رونالدو مش غالبا بشكل كبير او بالتاكيد انه مش هيلحق المباراه بسبب فيروس كورونا. ولكن في برضو مواجهه، يعني ما فيش ميسي ورونالدو بس في مواجهه ارجنتينيه ارجنتينيه، ديبالا وميسي. شايف المواجهه دي ازاي او المباراه بشكل عام؟ هو طبعا يعني اول ما القرعه اوقعت الاثنين يوفنتوس وبرشلونه وجع ان نواجه في مجموعه واحده، وان المواجهه تبقى مبكره كده في الجوله الثانيه ما بين الفريقين، الكل طبعا ابتدى يعني يتكلم عن المواجهه الخاصه ما بين ميسي ورونالدو. يمكن كانت اخر مواجهه ما بينهم كانت في مايو 2018 في الكلاسيكو، وبعديها على طول رحل رونالدو عن ريال مدريد وتوجه الى يوفنتوس. يعني في مغامره وتجربه جديده ليه الدور صاحب الارقام القياسيه. في المقابل ميسي يمكن ما بيمرش بافضل فتراته، سواء على المستوى الفردي او على مستوى برشلونه ككل. البدايه ممتازه خالص في الليجا، نتائج مش مطمئنه. نضيف على ده الازمه اللي كانت ما بينه وما بين اداره برشلونه، والمتوسطه حتى هذه الفتره ما بين بارتوميو وبيس النادي، وحرب التصريحات وحتى التسريبات اللي بتطلع من الوقت للتاني. كنا نتمنى ان احنا نشوف مواجهه ما بين ميسي ورونالدو على الملعب، ما شفناهاش من فتره كبيره. الاثنين اللي بيحققوا كل الكروت الذهبيه في السنوات الاخيره وكل الارقام القياسيه على مستوى الدوريات الاوروبيه وعلى مستوى العالم في السنوات الاخيره. يمكن رونالدو ما شاركش في التدريب الاخير ليوفنتوس قبل المباراه، واعتقد بالنسبه لي خلاص هو خارج حسابات المباراه المقبله. بالنسبه لميسي يمكن عنده مشكله برضه في التهديف في الملاعب الايطاليه، يمكن رغم ان ميسي مسجل حوالي 12 او 13 او 14 هدف في الانديه الايطاليه تحديدا، ولكن منها هدفين فقط في الملاعب الايطاليه. يمكن سجله مش مثالي من امام الانديه الايطاليه، خاصه في ملاعبها يمكن بتواجه صعوبه شويه ان هو يقدر يسجل فيها الملاعب، ولكن كل شيء وارد طبعا اذا كان المباراه ما بين الكبيرين يوفنتوس وبرشلونه. اتمنى ان احنا نشوف مواجهه ممتعه. خليني برضه اروح معاك لانه تفسر بايه الهزيمه غير المتوقعه لبرشلونه قدام ريال مدريد في الكلاسيكو. يعني وانا شايفها يعني ممكن ما تبقاش مفاجاه او يعني بشكل كبير. صحيح ان كفه برشلونه كانت ارجح شويه من ريال يمكن مدريد. السكور مثلا كان مفاجئ 3-1. صحيح، يمكن النتيجه ما حدش كان متوقع النتيجه تبقى كبيره كده بالنسبه لريال مدريد على برشلونه، لكن دايما مباريات الكلاسيكو بتبقى خارج التوقعات الجميل مهما كانت حاله الفريقين قبل المواجهه. يمكن ريال مدريد كان خسر امام شختار نويسك الاوكراني على ملعبه في دوري ابطال اوروبا، البعض قال ان دي يعني نتيجه كارثيه تؤدي الى نتيجه اكثر صعوبه على ريال في الكلاسيكو. في المقابل ان برشلونه حقق الفوز على فريق باريس الفريق اللي في بقماسيه، ويمكن دي نتيجه منطقيه ومتوقعه. وان كان البعض يرى ان برشلونه كان ممكن حتى يتجنب الهدف اللي دخل المرمى او ان هو يزيد المجله التهديفيه في هذه المباراه. على مستوى الكلاسيكو يمكن برشلونه اجتهد وحاول، لكن ما كانش فيه يعني الحسم اللي كان غائب عند برشلونه. يمكن ده هيرجعنا لقصه تدعيمات او قبل بدايه الموسم، المشاكل اللي مرت بها الفريق وعدم وجود الفريق المنافس بشكل. أمير، توتر العلاقة بين بارتوميو رئيس برشلونة وميسي بتزداد، وآخر كلام كان إن هو قال إن هو مش هيستقيل بارتوميو، ولكن من الواضح إن الخلافات عمالة تزيد. يعني الموضوع ده ممكن يروح لفين؟ آخر أبديتس، يعني ممكن نشوف إن بارتوميو فعلا بيستقيل من رئاسة برشلونة؟ يعني اعتقد ان الخلاف اللي خلاص ما بقاش خفي ما بين برشلونه وما بين اداره برشلونه وتحديدا بارتوميو وميسي. يعني هو خلاص المشكله اللي حصلت من بدايه الموسم، يعني مخت المانيزان انها انتهت وخلاص ببقاء او استقرار ميسي على البقاء في البارسا، هو اغلق ملف الرحيل. ولكن هي يعني مشبهه بالنار تحت الرمل، اي مشكله او اي اسوء تحصل برشلونه، خاصه ازمه المزاج اللي احنا شايفينها دي، هترجع ميسي تاني لفكره ان الفريق لم يحصل على التدعيمات المتوازنه، الاداره لم تقم بواجبها. دي وجهه نظر ميسي دائما، حتى يمكن الازمه الاخيره اللي صرفتها بعض الصحف الاسبانيه عن طرد اداره برشلونه لبعض اللاعبين لتخفيف رواتبهم، ميسي اعترض كده يعني على حسب ما قالت المواقع الاسبانيه
اعترض بشده على ان الفكره هو يعني كان معارض لفكره ان هو تخفيض الرواتب، لان مش شايف او ربط الموضوع ده تحديدا برحيل بارتوبيو عن اداره برشلونه، وبالتالي اعتقد ان ده صدام جديد. وقد نرى السيناريو الذي لم يكتمل في الصيف الماضي وهو رحيل ميسي عن برشلونه، قد نراه في الصيف القادم ورحيله عن البارسا، خاصه ان الامور فيما يخص الشرط الجزائي او العقد بتاعه ممكن تكون اسهل. اخيرا، شايف رحيل سواريز اثر بشكل كبير على الفريق؟ بالتاكيد، يعني بصرف النظر كمان عن اللي بيقدمه سواريز مع اتلتيكو مدريد، ويعني اندماجه سريع في الشكل الهجومي لديجو سيميوني، اعتقد ان ميسي اعتقد ان سواريز يعني افتقد برشلونه بشده. لما نتكلم عن هجوم برشلونه بنتكلم عن جريزمان غير متاقلم تماما، مش هو جريزمان اللي كان في اتلتيكو مدريد، مش هو جريزمان اللي منسجم مع زمايله، كان يعني مر بفتره انتعاش، ولكن اجمالا يعني حتى البعض بينقل عن جريزمان او ان هو ربما لم يكن القرار المناسب بالنسبه له ان هو ينتقل لبرشلونه. ايضا عن سوفاتي لا زال لاعب شاب يكتسب الخبرات، صحيح ان هو بيقدم مستويات متميزه وبيسجل فيه من مباراه لاخرى، ولكن يعني لا يمكن التعويل عليه بشكل اساسي في ان هو يكون مهاجم برشلونه. يعني يمكن لو تخلص من لعنه الاصابات وتركز على مستوى بشكل سالم ممكن يكون اضافه، لكن اجمالا برشلونه هجومه ما زال ينفصل عن مصر دي. بشكرك شكرا جزيلا أمير نبيل، ناقد رياضي بصحيفة الشروق. كل الأنظار النهاردة بتتجه لمحمد صلاح لليفربول، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للاعبنا المصري المحترف محمد صلاح، وتبقى مباراة يوفنتوس وبرشلونة بكرة هي القمة، حتى لو برشلونة مش برشلونة مع كومان دلوقتي أو بقاله فترة، وطبعا يوفنتوس لسه ما ظهرش قوي بصمات بيرلو اللي هو طبعا واحد من أساطير الكرة الإيطالية، ولكن تبقى هي المباراة الأهم، وإن شاء الله نستمتع بكرة كويسة جدا بكرة يوفنتوس وبرشلونة. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.